شهدت 7 مطارات تطوير الحقول الجوية وصالات الوصول والسفر وزيادة الطاقة الاستيعابية، وهي مطارات أسوان والأقصر وشرم الشيخ وبرج العرب وسفنكس وبرنيس والبردويل. يأتي هذا في إطار تنفيذ برامج وزارة الطيران المدني التي تهدف لتحسين وجودة الخدمة وزيادة حركة الطائرات الجوية، بما يعود بالنفع العام على دعم مناخ الاستثمار وجذب السياحة لمحافظات مصر المختلفة. احنا غير الافتتاحات الحمد لله قمنا باعمال كبيره جدا بطبعا دعم الدوله، ان احنا الحمد لله جميع المطارات المصريه عملنا فيها تطوير كبير. مثلا مطار اسوان الحمد لله الحقل الجوي كله عدنا يعني عملنا له رفع كفاءه، الحقل الجوي كمان في مطار الاقصر نفس الحكايه اتعمل له رفع كفاءه. مطار شرم الشيخ حاليا بنرفع كفاءته وطاقته الاستيعابيه من 7.5 مليون راكب ل 9.5 مليون راكب سنوي، وده رقم كبير جدا. ان شاء الله برضو نفس الحكايه بالنسبه لمطار برج العرب، رفعنا بنرفع طاقته الاستيعابيه، بنعمل تيرمينال جديد.